الاهلي. يسعدني ان اكون معي عضو مجلس اداره استاذ طارق قنديل. انت على الهواء، ازاي حضرتك؟ احبابك كتير، انت على الهواء يا ريس، على الهواء. اهلا وسهلا. ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا. انا شايف ان في محبه وفي الفه وفي عيله الاهلي النهارده. جمال اميه، يعني اما بيجي يوم زي كده الحمد لله بيبقى فرصه لكلنا نتلاقى، يعني غير التواجد بتاعنا على طول في النادي، بس يعني في ناس بيبقى لظروف ما بيجوش النادي كتير، بنشوفهم اليوم ده برضو يعني. لعيب بالحاله النهارده، اتفاجئت النهارده بالحمله الجماهيريه الجميله دي. رد الفعل من الناس اللي بسطني قوي على التنظيم اللي جوه الخيمه نفسه، يعني على الحمد لله ان بص حضرتك شايف المنظر ازاي، مهما بيكون في زحام جوه ما بتحسش بيه، فالحمد لله الصوره بديعه في راحه الناس نفسها كلها، وكل ده ان شاء الله ويعدي اليوم ان شاء الله بألف خير ويصبح للاهلي لائحته ان شاء الله. شايف في عيون الناس وهي جايه بحب، جايه بعقيده، مؤمنه باللي بتعمله. جدا الحمد لله، جدا جدا جدا، هو ده الاهلاويه ودول اعضاء النادي الاهلي. هم دول رساله واضحه كبيره لكل الناس. طبعا طبعا، هم دول اللي حريصين على ناديهم والنادي الاهلي طبعا طول عمره كده، ولاده في اي لحظه بيحتاجهم بتلاقي خلاص بيتملي النادي بكل ابناء النادي الاهلي مهما بيكون ظروفهم ايه. جو حر النهارده ومع ذلك الحمد لله الناس حريصين جدا على التواجد، وان يبقى في مشقه ويتواجدوا جوه جدران النادي الاهلي. الحمد لله كبار السن وذوي القدرات الخاصه، شفت لهفتهم واهتمامهم ان هم يروحوا ويسالوا على مكانهم، بس كمان برضو التنظيم كان ليه دور بصراحه، نديلهم حاجه كبيره. الحمد لله المداخل بتاعه الخيمه معمول فيها كل الاحتياطات اللازمه، والمداخل الخاصه لكبار السن وذوي القدرات الخاصه، وزائد الجولف كار اللي كل شويه عمال يعني ينقل اهالينا الكبار في السن، فالحمد لله يعني، وده حق الطبيعي لعضو النادي الاهلي، وبعد اللائحه ان شاء الله يبقى في افضل وافضل وافضل ان شاء الله.